السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. اوكرانيا وروسيا تفضحان النظام الجزائري امام العالم. وضعت الأزمة الروسية الأوكرانية الجزائر في موقف صعب، اسقطها في مستنقع التناقض الذي لطالما عبرت عنه مواقف عسكرية بدعمهم الأطروحة الانفصالية في بلد الجار والتزامهم الصمت إزاء عدد من القضايا المماثلة. وفي الوقت الذي أبدت فيه المملكة المغربية موقفها واضحا اتجاه الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث عبرت وزارة الشؤون الخارجية عن دعوة المملكة إلى احترام الواحة الترابية لأوكرانيا، ظهرت الدبلوماسية الجزائرية التائهة عبر وكالات أنبائها الرسمية، حيث غابت عنها الإشعارات الرنانة التي تتغنى بها حينما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية من حق الشعوب في تقرير المصير إلى الانفصال. وفي السياق الجهود الرامية لوقف الآلات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ذكرت الرئاسة الروسية كرملين الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الصيني أن الجانب الروسي على أهبة الاستعداد لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني. وأضافت كرملين أن روسيا مستعدة لإرسال وفد إلى مينسك بيلاروسيا لإجراء محادثة مع أوكرانيا، موضحا أن الوفد قد يضم مسؤولي من وزارة الدفاع والخارجية. وتربط الجارة الشرقية للمملكة علاقات عسكرية مع الدب الروسي، تعقد موسكو وجهتها لاقتناء الأسلحة العسكرية، بينما تربطها بأوروبا علاقات اقتصادية وتجارية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.